ده محل لا تورتينا في شارع المرغني في مصر الجديدة. ده حلواني، عنده حلويات شرقية، بس الحقيقة اللي بيميزه قوي الحلويات الغربية بتاعته. الديسبلاي بتاعه، المكان اللي بيوري فيه حلويات، مش كبير، بس ده أول مكان أخشه أحس إن أنا عايز آكل كل الحاجات اللي فيه حلويات. يعني مفيش حاجة فيه حاسس إنها ممكن تجلي. بيعمل حاجة اسمها تويكس كيك ومارز كيك، قوية جدا. ده صورة للحاجات اللي أنا جبتها. دول 12 قطعة ب 120 جنيه، في بس قطعة منهم كده وقعت فشكلها مش قد كده قوي، لكن الحاجة بتاعته طعمها هايل زي شكلها، ما هو هايل. ال 12 قطعة اللي أنا خدتهم دول كانوا بحوالي 120 جنيه، يعني افريج القطعة ب 10 جنيه. غالي، في أغلى منه، بس حاجته حلوة قوي قوي. و definitely يعني recommendation لي هايل.